اهلا فيكم جميعا، وش صباح الخير. اليوم مره سعيده، راح يكون في تحدي زي ما شفتم العنوان. تحدي راح يكون اني راح اكل يوم كامل من الاعلانات اللي بتكون في الشارع. بامشي على الشوارع واشوف ايش الاعلانات اللي ممكن اتغدى، ايش افطر منها، وشي واتغدى واتعشى منها. في الله توكلنا على الله. جيت عند اول مطعم اللي هو ماك، يعني الزحمه مقبوله، بالعاده تكون زحمه اكثر من كذا. السلام عليكم. السلام. بغيت وجبه التشيكن ستريبس. ستريبس؟ ايوه الوجبه. حار هذا. تمام. ما في بارد منها؟ بارد الوجبه تجي. ايوه انا ابغى الوجبه. خلاص اخذي وجبه حجم. سندويش يعني معاها ملفوفه عليها الخبز. اللي موجوده في اللوحه، اللي موجوده في اللوحه. لا هذي حار. اها خلاص عادي نفس اللي في اللوحه. اوكي. مشروب؟ سبرايت. سبرايت بس؟ ايوه. اوكي 15 ريال. يلا شكرا. العفو. هو بس يجي سبايسي؟ ايوه. ما يجي بارد؟ لا 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 تمام. شكرا. وين رحتوا؟ المهم ان الوجبه هذه ما يجي منها سبايسي، يجي منها بس البارد. خليني كذا اصفط على مكان واجربها. اوكي انه سبايسي بس حلو انه غدا عشاء مو فطور سبايسي. بطني فاضي وكذا. يلا. الوجبه تجي كذا هذه بس، ويجي معها مشروب. ما قال لي الحجم، شكله حجم واحد. سألني على الحجم يوم كنت باخذ الثانية اللي ما أدري. الزبدة إنه هذه وجبة 4 قطع سبايسي ستريبس حجم عادي، يعني فيها أحجام. المهم إنها 13.4 ريال والضريبة بريال 56. هللة. خلنا نفتحها مع بعض. مناديل. يعجبني في ماك دائما يحطون مناديل. كنتاكي ترى نادر ما يحطون. الاسترو. بطاطس. لا البطاطس ما كأنه صغير، شوفوا هي شكلها حجم واحد اتوقع. الله على البطاطس ريحته. بطاطس ريحته تجنن. أربع قطع نفس كذا. غريبة ما عليها صوص إلا بس الكاتشب. مو مرة سبايسي، حلوة. السبايسي حق ماك خفيف. كنت أكل شوية سبايسي. طعمه حلو. ما حطوا لي خبز، ما ادري ليه. في كل اللوحات حاطين خبزة برجر فاضية والأربع تشيكن ستريبس. في صوصات احس انهم قصوا علي. ليه ما في خبز؟ يعني شفتوا انتوا اللوحة صح؟ زي ما شفتوا الوجبة كان مفروض غدا. شوف اصلا في اللوحة هناك مشروب غازي مع بطاطس مع تشيكن ستريبس مع صوص ابيض مع برجر فاضي. شفتوا مجاني للصوص الابيض اللي ستريبس مفروض معها غموس، والخبز ما جاء. في ناس ممكن التشيكن ستريبس ياكلوا ثنتين جانبيه مع البطاطس وثنتين يحطونها في الخبز كوجبه. يعني انا ماخذه وجبه. هذا باقي انا عندهم، ما رحت برجع لهم بقول وين خبزتي وين صوصي. يلا. ايوه انا توني اخذت وجبه. شنو الوجبه؟ تشيكن ستريبس بس ما فيها لا خبز ولا صوص. ما يجي معاد. ليه في الصوره في خبز؟ هي فيه ذي بس ذي الوجبه محطوطه معاه ما موجود. الحين اللي في الصوره ما هي نفس اللي اخذتها انا؟ لا
وجبة. والله ما يندرهم يعني اللي عاطين الاوردر نفسي ولا يحطون معاه. بعطيك الفاتورة شيك عليها وشوف شو السالفة. بس اخذين تلش المكروب هذا اللي برد له هذا افضل. ايش هذه الصورة كنا حاطينها كذا ويطلع عندنا ما في يعني الا بس البيبسي يعطونش والبطاطس السندويش ما يعطونش معاه. هذه مياه البرجر بس شايفينها البرجر ما موجود. يعني الوجبة ما يجي فيها خبز ولا صوص؟ لا بس تجي كولا وبطاطس بس. وتشكل ستريبس معاها؟ ايه هذه الستريبس بس. اها. هلا صابع الدجاج مع البطاطس والكولا هذا اللي يحطه. اجل ليش حطي في الصورة فيها خبز وصوص؟ والله ما يندرى من الحين هذا المنظر والسلطات. تمام الله يعطيك العافية. الله يعافيك. سمعتوا؟ يعني مش الفرع غلطانين، لا هم مش حاطين. ايش رايكم انا حطيتكم هنا؟ بس الستاند في السيارة الثانية هذه ما فيها ستاند، لازم اجيب لها ستاند. كل ما حطيتكم طحتوا، يعني لفيت على الفاضي. انا ما ابي خبز، بس انه ليه في الصورة خبز وصوص واجي القاها بس؟ يعني خلاص كذا اشتري تشيكن ستريبس عادي. بس شوفوا مدامني وصلت لين هنا، خلي اطلب حاجة. انا اللي سالتك على الخبز تمام. طيب مشكلاتكم حاطين بس الكولا والبطاطس. طيب في وجبه اللي هي البايتس الصغيره اللي موجود. خلص اعطني واحده خجر بشيء جديد. انا بس والله هلا تاخذين خذي ماكروب افضل. تمام تاخذين الخبز كامل وبطاطس كولا وبعد تمام. هذا ما نش عارفه والله انا لا يوم شوفوني. يعني المشكلة بالوجبة نفسها مش من ال 8 ريال. تمام. شو رايكم انتوا هنا؟ مدامني قلت شكرا. قلت مدامني وصفيت طابور، ما كان صراحة في زحمة كثير عادي، لو كان في زحمة كنت بروح. بس أنا من جد أكره إنه يكون في عام وتجون تلاقون عكسه. اوكي انا ما احب يكون في الوجبه خبز، مش لازم، بس لو في شخص يبيها غداء يبيها عشاء ويبيها فيها نشويات. صراحه ما تهنيت بوجبه الفطور، احس محاسوني. ليش يحطون شيء عرفتوا مش موجود؟ حتى الموظف يقول انهم يعني قاعد يعانون من هالشيء، انه حاطين صوت خبز وصوص وهو ما في اصلا. الناس يجون يبونه. لا اجلسوا من جد. ايش ذا؟ تمام. المهم بدل ما اجي اخذ الخبز واخذ الصوص تحمس واشتريته، يعني بدل ما اجي اعوض اللي نقصوا مني رحت انا كسبتهم. بس ايش اسوي؟ ابيع كذا، ما ابي الف وارجع واروح على بس انه ما اخذ شيء. وللامانه يوم كنت اتفرج في اللوحه وانا قبل ما اطلب شفتها حسيتها حلوه. هي سبايسي تشيكن بايتس، سبايسي تشيكن ماك بايت بثمانية ريال. لا اعتذر منكم، بهذلتكم اليوم صح، بس ان شاء الله في الوجبة الثانية بجيب السيارة اللي فيها الستاند الحامل يعني حق الجوال. هذا كان في حامل بس انكسر للأسف. تعرفون اذا جيتوا بتثبتون الجوال وما عندكم وقت وتحسون انكم إذا سويته بقوة يعني بيصير بسرعة، كسرته. كنت كذا مستعجل كسرته. بس يلا اليوم إن شاء الله لو طلعت العصر اشتريت لي واحد، حطيته هنا. لقيت حامل للسيارة يجنن في ميني سو 29 ريال يجنن. وصلنا، جاء دوري. ترى دائما تصير فيني في ماك اجي اعطيهم الفاتوره. لا اعطيهم الفاتوره القديمه. السلام عليكم. عليكم السلام، اصبر علينا. هلا. ها صمت. شكرا. مع انه هنا في شمس بس على السريع بكمل اكلي بوريكم. هذا اول شيء، شوفوا اول شيء تقييمي للوجبه تشيكن ستريبس كدجاج. شوفوا ركزوا كدجاج وانتم تاكلونها تمام، بس شكلها بصراحه ما يتحمس. يعني اعطيها الوجبه
ثلاثة من عشرة لما بكون جيعانة وبجي، وأي شخص جيعان أكيد يفضل تشيكن ستريبس يكون فيها صوص، هذا أول شيء. ثاني شيء يفضل يكون فيه خبز جانبي، كيفكم تأكلونه ما تأكلونه، لأنها بعد 15 مو مرة رخيصة، يعني 15 تأخذ فيها وجبة حقيقية مو زي سناك. تقيمي لها كم قلت لكم؟ ثلاثة من عشرة بس خلاص، تحتاج صفر من عشرة لأنه كذبوا علينا قالوا فيه خبز وفي صوص ما فيه. هنشوف سبايسي تشيكن بايتس، يا لبي عسى عنونين صغار مرة. شوفوها شفتوها مرة صغيرة مرة صغيرة، بسرعة 8 ريال. عادية. بس البهارات اللي في هذه أحلى من هذه. وينها؟ شو أصلاً هذه لونها؟ شوفوا. ما شوف لونها. بس في فرق في اللون. هذه بهاراتها تجنن. كلهم كنيجتس ها يمشون يعني. كنيجتس كالأشياء هذه. وبس والله بكمل فطوري. وبشوفكم وجبة الغداء أو وجبة إني أشرب قهوة. يلا شكرا. هذا راح يكون غدا اليوم، بريوش بيف من هرفي. يلا روح. أهلين، رجعت لكم في وجبة الغداء. زي ما شفتوا غيرت السيارة وحطيت لكم ستاند عشان كذا ما أتحرك الجوال. الزبدة إنه كل الإعلانات اللي قاعدة أشوفها تكون قريب من الدوار، ما أدري ليه. توني صورت لكم إعلان على السريع كان بريوش بيف من هرفي. مدري مش متحمسة كثير، بس هو الإعلان اللي صراحة كل شوية قاعدة أشوفه. بس والله الحين بروح هرفي وأطلب، بس لو لقيت إعلان قبل يعجبني بروح. يلا يلا هناك الدخول. بس للأسف مش عارفة اسم الوجبة. يس لقيتها على كذا حاطينها برا، بريوش بيف. من شكلها كذا ثقيلة ودسمة، أصورها لكم الحين. بس خلني أطلب أول شيء. السلام عليكم. بغيت الوجبة، بغيت الوجبة البريوش البيف الجديدة. دجاج ولا حام؟ دجاج. دبل ولا عادي؟ لا لا عادي. خلي موية. شكرا. سمعتوا في منها الحمد لله ان في منها دجاج، مش كثير افضل اللحم. وفي منها دبل وفي عادي، انا ما ابي دبل، ما احب البرجر الدبل، يجيب لي كذا غثيان يكون مره ثقيل ما اقدر اكمله. هنا الدفع ولا وين؟ هناك. ترى مره جيعانه، وجبه الصباح شويه كانت مخيبه للامال. قاعد تشوفونها تحمس صح مره تحيه. كاش. احسن شيء في هرفي انه هنا في مواقف مقابلة ومواقف حقت حدائق حديقة، فراح اخذ على طول اجي هنا. بس في شيء في هرفي لاحظته، اذا فتح الشباك ريحة تجنن عكس ماك. ماك بعض الاحيان ريحته تجنن، بعض الاحيان ريحة دهن مرة متأكسد. ريحتهم مطعمهم حلوة بس نادر ما اجي هنا. وين اكلي؟ هناك لي جعانة. أقول لكم أكثر الإعلانات لقيتها هذه الوجبة اللي من هرفي اللي هي بريوش، وبعد إيش وجبة ماك تشيكن ستريبس مكتسحة في كل الأماكن، هي أكثر وجبة عليها إعلانات. في وجبة بعد كودو اللي دبلناها بعد عليها كذا إعلانات كثيرة. بس لاحظت إنه أكثر الإعلانات يحطونها في الدوار أو في شارع خط رئيسي. شو استفدتوا بالإعلام؟ مش واضح. حلو يكون كذا قريب من إشارة، الناس توقف تصوروا لو بتاخذوا نتفرج في العرض شوية وبس. شكرا الله يعطيك العافية. أخذت أكلي. يلا انطلقنا.
مويه بارد. يتحمس على هالصيف ذا، الجو مرة حر. خلو أجي هنا أقرب شيء وأسرع شيء عشان الجوع ما فيني أفر كثير. بسم الله. كان ودي تصدقون أخذ البيف وأخذ دبل بس عشانكم، عشان شوفوا شكله كيف، بس حسيت إنه لا، ما أحب البيف، ما أحب الدبل، أحس اللي حاطينها في العرض في الإعلان هي بتكون أحلى شيء. وجبتنا خلي أقولكم سعرها 26 أظن، أيوة 26 ريال. نفسي أعرف ليش يسوون فاتورة كبيرة. خلاص اكتبوا الطلب واكتبوا سعره، نوع الطلب، فاتورة، أمين الصندوق، وجبة بريوش دجاج عادي، حجم عادي. ما سألني صح؟ ما سألني. أول شيء البطاطس، ما نحسه كبير. الله على الجمال، شوفوا مليانة بطاطس. لازم أعطيها كذا ذوقة، بس مرة ساخن، مرة ساخن. مناديل، هذا البرجر، كمية كبيرة من الكاتشب. شو كله كاتشب ومايونيز. يا أخي أحب المطاعم الكريمة. شوفوا ثلاثة مايونيز، ثلاثة كاتشب، وكمية كبيرة من المناديل. مرة أقدر المطاعم اللي كذا. كنتاكي دائما ما يحطوا مناديل، أحس إني ذليتهم كنتاكي، ذليتهم على المناديل، لأن حوسة من جد إنه شلون تأكلون بلا مناديل. يلا يلا يلا، تكفين 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 سيارتي، اسكتي. ايش ذا؟ في نوع سيارات تكون هذرة، أنا ما أحب الأشخاص الهذرة. كيف عاد سيارة هذرة تقول طول اليوم تزن تزن؟ خلاص افهمي، وقفنا. يلا خلنا نفتح أول شيء البرجر، مرة متحمسة له بلا استهبال، بلا استهبال. شوفوا أحسها خبز عادي، بس محمصينها. هاي النصابين، شوفوا يعني كذا صار بريوش، خبز بريوش، أحس خبز عادي. الدجاجة شوفوها، أحسها هي يعني فهمتوا متعافية وشكلها حلو يحمس، بس الخبز صراحة يخيب الأمال. راح أحط المناديل هنا، جيب بطاطس، بسم الله. بطاطس زي ما قلت لكم أحسه كبير. خلونا نذوقها، بسم الله. بس شوف شكلها مش نفس الصورة، مو نفسها أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري يمكن هذا هو خبز البريوش، بس حسه عادي، برجر عادي أنعم شوية. ما أدري ليش تخيلته يكون أحسن من كذا. الدجاج حقها كأنه إيش؟ كأنه كفتة بطاطس، كأنه سمك، ما أحس في كذا هشاشة غريبة. الوجبة حلوة لو كانت 16 ريال، 15 ريال، 26 ريال، ما أحسها تستاهل. تنأكل حلوة لذيذة، بس مو 26 ريال أبدا. بخلص أكل الوجبة وأرجع لكم. بس والله كذا خلصت غدايا، يعني أحسهم قصوا علي 26 ريال على وجبة عادية جدا جدا، مش يعني فهمتوا، ما رجع أطلبها مرة ثانية نهائي. نوعية الخبز عادية جدا، بس إنها متحمصة، يعني كانها برجر عادية بس كانها بالزبدة، كانهم حمصينها بالزبدة. تمام. إيش بعد؟ متفتفتة، وأنا أكل أحسها بدأت تفتفت مني. عادية جدا، إذا بيغلونها عشان الخبز ما يستاهل، عادي صراحة ما أطلبها مرة ثانية نهائي. وبس والله أشوفكم في فقرة القهوة، مخي كذا يلف يبي قهوة.
اشوفكم نص ساعه او ساعه، ماني مطول عليكم. قبل المغرب كذا بروح اخذ قهوه، فاشوفكم بعدين. اهلين، رجعت لكم مره ثانيه. صراحه ما قدرت انتظر اكثر، يمكن بس نص ساعه كذا انتظرت، خلصت شغله سريعه وراح اخذ قهوه. مخي قاعد يفر، ابي قهوه. وفي حاجه ابي اصارحكم فيها، وانتم طيبين وكفو بتوافقون. القهوه قاعد افكر ما اخذها من الاعلانات. اول شيء ما قاعد القى اعلانات قهوه ابدا، ولا اي نوع شركه ما في اعلانات، تمام. ثاني شيء ابي كرم المكياتو كذا، مخي وانا امشي يقول لي كوبي كوبي كوبي، كرم المكياتو ما اقدر، انا اسفه. سووا سكيب للفقره هذه. اصلا حتى ستاربكس نفسه يعني لو جيت الاعلانات اللي برا كلها اخذتها. اخر مره جيت اخذت من الاعلان اللي برا اللي هو موكا كراميل، وما ابي موكا كراميل، ابي كراميل مكياتو. وافقتوا اكتبوا لي تحت اذا انتوا عادي. عادي صح، قهوه في الاخير قهوه. صراحه اي شيء بسوي فيه تحدي، اي شيء بسوي فيه تجارب، اي شيء بسوي فيه تغيير الا القهوه. انا الاكل اوكي، اي شيء ان شاء الله تحطوا لي خبز حاف باكلها، باكلها وبستمتع فيها وبقول تجنن وبقول حلوه ونعمه ربي. بس القهوه ما احب القهوه المش حلوه، احب القهوه الحلوه. مو حلوه يعني ان سكر، لا، ان تكون قهوتي اللي افضلها. فمن هذا المنطلق بنروح ناخذ واحد كراميل ماكياتو وصلحه، عرفتوا. فيلا اشوفكم عند ستاربكس. وصلنا ستاربكس. أحب أوريكم الإعلان، الإعلان ما في إلا طبقات مليئة بالمرح، أخذتها كثير. موكا كراميل ما بيه، كراميل مكياتو. سعيدة إني باخذه، كنت أفكر أقولكم ولا ما أقولكم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. هلا، واحد كراميل مكياتو لارج. حياك يا مريم. واحد كراميل مكياتو لارج. حار ولا بارد؟ لا حار. كراميل مكياتو كبير حار بس؟ أيوه. حياك سلام، تفضل. شكرا، الله يحييك. شوفوا اللطافة، حياك الله، تفضلي يا أخي. شو اللطافة وكرم المكياتو. ما أحب ترى أشتري قهوة من مكان ما يقابلون الموظفين بطريقة لائقة، أحب كذا اللطافة. كاش. كاش؟ أيوة. كرم المكياتو هار كبير. أيوة. 23. أوكي. شكرا. ما تسكت ما تسكت. شكرا شكرا شكرا، بالعافية. الله يعافيك. حتى اللي مش سعوديين ما شاء الله صار كلامهم مره لطيف، بالعافية. إيه أقولكم، ما أحب أروح مكان أشتري منه مثلاً قهوة، حتى القهوتهم حلوة وأسلوبهم مثلاً يوم حلو يوم مو بحلو، يوم قلبي ينسحنهم. أكره المحلات اللي زي كذا، وأكره يعني ستاربكس. كم مرة أشتري منه من عرفت نفسي وأنا أشتري منه، ولا مرة شفت موظفين قليلين مثلاً احترام أو عرفتوا. قهوتي قهوتي قهوتي، كيفك شخبارك، كيفك انتي، ملا انتي. مره مشتقت لها، ابي اشربها من الصباح ومخي فر، ابي قهوه. وبشوفكم بعدين في العشاء يا حباني، لانه انتو خلاص يعني كرم المكياتو تعرفونها تجنن، ما عليها غبار. وما اخذتها اصلا من التحدي، اعدلكم، وما اخذتها من التحدي. واحس ريقي قاعد يسيل، احب الكرم المكياتو اكثر من الاكل، أكثر من البرجر، أكثر من كل حاجة. يا سلام، يلا أشوفكم بعدين فقت العشاء إن شاء الله. أهلين، رجعت لكم مرة ثانية. الحجة وقت العشاء، مرة متحمسة، مرة جيعانة. يلا ناخذ لفة في الشوارع ونشوف إيش راح نتعشى. تو أكثر إعلان شفته بعد إعلان ماك اللي هو تشيكن ستريبس، لقيت عرض كودو اللي هو ثنتين حبة برجر مع مشروب مع بطاطس ب 16 ريال. فيلا رح ناخذه.
توني رحت المطعم زي ما شفتوا. للاسف ما في طلبات سياره درايف ثرو، ما في، نزلت الفرع نفسه. خل افتح معكم هذا الكيس، اخذت واخذت السبرايت هذه، نفتحها مع بعض. الريحه مبدئيا تجنن. تيشو الوجبه يجي منها سبايسي وعادي، انا اخذت سبايسي. شوفوا البطاطس صغير بس يعني مليان، كميته حلوه. كاتشب، البرجر ثنتين، البرجر ثنتين. خل نفتح معكم، اكيد ما راح اكل ثنتين بس واحده. خلونا نفتحها معكم تشوفونها. مبدئيا كذا وانا ماسكتها احسها مره صغيره، مع ان الدجاج المفروض يكون دبل. شوفوا قاعد تشوفونها واضحه، ترى مرة صغيرة بس حلو، يعني ما بي كمية كبيرة. صدق اني جيعانة بس بعد ما بي البرجر كبير. شايفين مرة صغيرة، فيها بس خس وصوص ودبل، بس مرة حلو شكلها، يعني كي اتحمس. تعرفون نوعية الدجاج من قبل ما اكله احس هو كذا، يعني نوعية الدجاج اللي ينباع امريكانا بالبقسماط اللي تقلونه في البيت، او تجيبونه من البوفية تكون كذا حلوة، عرفتوا؟ نجربها. بسم الله. مبدئيا طعمها يجنن مقارنة بالسعر. أتوقع شفتوا سعرها ب 16 ريال، تحصلوا على ثنتين برجر دبل. الدجاج يجنن. شوفوا أنواع الدجاج البرجر زي كذا نوعين، لا ثلاث أنواع. نوع يكون زي فكرة الدجاج الحقيقي كأنه صدر، نوع يكون زي كذا تحسونه شيء مصنع بس شيء لذيذ حلو. النوع الثالث اللي يكون كأنه مخلوط في طحين، أو عرفتوا نفس بعض أنواع النيجتس اللي في ماك تكون مرة سيئة. هذه مرة حلوة، عجبتني، تقييمي لها صراحة 10 من 10، جدا حلوة، حجمها حلو مناسب. اعطوني مجال بس اخلص اكلي وارجع لكم. بس كذا خلصت وجبتي، اكلت بطاطس كامل، سبرايتك شربت ربع يمكن، البرجر ثنتين، خلصت واحده، الثانيه ما جيت اصلا ما فتحتها. تقييمي لها صراحه اول شيء السعر ياخذ 10 من 10، سعرها مره حلو 16 ريال تاخذون كانكم اخذين وجبتين، تشبع. لو انتم يعني شخص واحد وتحبون الاكل بكميه كبيره بتشبعكم، لان اثنين فيها اثنين برجر. لو انتم اشخاص اكلكم نص نص بتكفي شخصين، يعني بتشبعكم وتعطي شخص ثاني بعد معكم. مره مره سعرها حلو. ما تقيمي لها كمذاق تاخذ 8 من 10. صراحه الدجاج حلو لذيذ، مقلي حلو، ما فيه زيوت، ما احس اني قاعده يعني كأنه برجر دجاج بالبقسماط انتو سويتوه في البيت، كأنها برجر بيت او برجر بوفية نظيفة ومحترفة. تمام، ارجع اخذها مرة ثانية؟ اي ارجع اخذها، حلوة يعني سعرها حلو في الاوقات اللي الواحد ما يبي يصرف كثير، مرة حلوة. الوجبة اللي اخذتها المفروض انها سبايسي، ذقت اي شيء سبايسي، ما فيها، هي تعتبر وجبة باردة. البطاطس يجنن، السبرايت يجنن، كمية الصودا تجنن. من زمان ما شربت مشروب زي كذا، احس انه الصودا اول ما تشربونه تعرفون شعور الصودا في الحلق، مره تجنن، مره حلوه. كذا اخر شهرين 3 شهور كل ما اجي اخذ وجبه سريعه الصودا تجي مش واضحه مره. بس والله هذه كانت تجربتنا، حاولت اني اسوي معكم تحدي اني اكل يوم كامل من اعلانات الشارع، كان مره ممتع حلو صراحة، استمتعت فيه. الاسعار كانت حلوه، ما كانت مرتفعه. لاحظت انه اكثر اللوح اللي يحطونها مش انه وجبة جديدة نازلة، لا تكون شيء توفيري، اسعار معقولة. ان شاء الله يا رب انتم انبسطتوا، لا تنسون حطوا لايك، اشتركوا في القناة، اكتبوا لي تحت لو حابين اجرب مطاعم او اسألكم تحديات ثانية. اشوفكم بالفيديو الجاي باذن الله، مع السلامة.